مش عايز اخش بس عشان حضراتكم جدا. تكونوا مشاركين معانا النهارده، مشرفنا ومنور الدنيا كلها. الفنان الجميل حسين غندي منور حبيبه فن، ربنا يخليك. إيه؟ الحمد لله كله تمام. الحلو ده ربنا يخليك والله. وين يعني هو شعبي على مش هقول المهرجانات بس يعني هو مدي ميكس مختلف وجميل. هو تطور كده حصل رباني لوحده. طب الاول ليه غندي؟ الاول مين اللي قال غندي؟ انا خدتها من مهاتما غاندي كان اللي هو بتاع الهندي ده، خدتها نيك نيم يعني انا اسمي حسين هاشم الحقيقي. فجت معايا بقى من هنا مشيت بقى من بيبقى كل واحد لقب من 15 سنه يعني نفس القصه مع رنا عرف عشان هي عرف وانا ممدوح الشناوي عشان انا شناوي ما اعرفش كل واحد احنا لازم نطلع لنا اسامي احنا كمان وفي صغروناش بقى. طيب انا دلوقتي كنت قاعد بسمع شويه اغاني لحضرتك فلقيت في حزن جميل قوي. بص انا مشكلتي بقى حزن جميل شجن انا بحب الحزن قوي وانا ما اعرفش ليه يعني على فكره الشعب العربي كله كله بيحب الحزن عشان كده انا بلعب الحته دي يعني اللي انت هتسالني فيها. ايوه هو الناس بتستغرب هو المفروض الناس بتعمل اغاني فرفشه بقى ونعنشه وانت عارف افرح وعيد انا واخد لاين الحزن بعد غزال ضرب الله اكبر شغال الله اكبر حلو ماشي مع بسم الناس بسم الله ما شاء الله يعني يعني انا لقيت زحمه على الشعبي انا بشتغل شعبي زي ما انا بس مصر كلها بتغني شعبي فقدرت اميز نفسي اللي انا ايه بخامه صوتي مثلا ان انا اعمل اغاني مثلا ايه لاين معين ينجح مع الناس فنجح فبقيت شغال عليهم بقى حزن ونكد بقى وهم رايحين معايا. بس انت فعلا اكتر حد عمل اغاني تترات انا عملت كل يعني يعتبر الحمد لله مسلسلات مصر كلها من بدايتها لاخرها انا كنت عاملها قبل الهوجه بتاعت بقى السيزون ده اللي حصل اللي هي ترندات مصر كلها بدون ذكر اسامي الناس عارفاهم انا كان كل الناس بتتفرج عليا انا بدايه محمد رمضان انا اللي مخلي محمد رمضان يغني في واحد صعيدي وانا اللي معلمه الغنى وكل ده موجود على اليوتيوب عامل مسلسلات مصطفى شعبان السته ولا السبعه من اول مصطفى شعبان مجنن النسوان اللي عاملها الافندينا لتتر مسلسل ابو البنات وغنى معاك كمان وغنى معايا في المسلسل في اغنيتين دكتور امراض نسا دكتور امراض نسا اللهم اني صايم كل ده انا عامله الزوجه الرابعه برضو الزوجه الرابعه انا اخري معايا ابو البنات كنت عامله التتر حلو وعملت غزاله وده اللي غنى معاك فيها ابو البنات غنى معايا في اللي هي الثانيه اللهم اني صايم كنا عاملين هو الديو مع بعض وعملت وش سجون مع باسم سمره وعملت ازاز كابوريا مع ادوار فيفا عبده. طب انت بتعمل يعني انت بتغني ولا انت اللي بتلحن؟ لا بغني كنت في المراحل دي كلها بغني فقط. حلو مع الوقت تطورت انا لحن. انا ربنا مداني الحته بقيت اعرف اوزع بقيت اعرف الحن اكتب صعب قوي على فكره موضوع التوزيع والتلحين هي جت والله برضو كده هوايه عملت اغاني كتير ونجحت برضو معايا اللي انا كل كان المجمل اللي انا ما اقفش على حد في الاخر بس يعني انت بتحب الشعبي القديم التراث جدا عدويه بقى وباسط حموده الجميل بحب رمضان البرنس طبعا مين ما يحبش انت رضا البحراوي انا عايز اسمع حاجه انا اسفه يعني والله انا عارفه انا عايز اعرف عنك كل حاجه بس انا نفسي اسمع حاجه جميله لا بالعكس انا انبسطت قوي